هلا اميغوس، انا ميرا واليوم رح اعطي لكم فيديو جديد. فيديو اليوم رح نحكي فيه عن كيف نسوي ملخصات. منكم طلبتوا هذا الفيديو وحبيتوا فكره هذا الفيديو، فلهيك وي ار هير. قبل ما نبلش بالفيديو، اذا انت اول مره بتشوفني بليز لا تنسى انك تشترك في القناه بالضغط على زر السبسكرايب الاحمر وفعل هون النوتيفيكيشن مشان يوصلك كل جديد بنزله. وبالمره روحوا تابعوني على بقيه مواقع التواصل الاجتماعي، هناك بجاوب على كل الاسئله اللي انتم تطرحوها علي، فيسبوك سناب شات وانستغرام، رح خلي لكم كل اللينكس تحت. كمان شغلة تانية، أنا عطلتي كتير قربت، وبما أنه تخصصي صعب كتير وبدرس كتير، فلهيك حابة أبلش بسلسلة رمضان من هلا. صراحة حابة أني أنا بسوي مسلسل رمضاني، فأي حدا فيكم عنده فكرة مسلسل رمضاني ويعرف حاله أنه يقدر يساعدني في هذا الشيء ويعرف يسوي سيناريو ويكون مكتوب باللهجة السورية، سو إذا بدك تكون بارت من هذا المسلسل ويكتب اسمك كعضو ومشارك في هذا المسلسل، فبليز تواصلوا معي على الإيميل تبع، حط لكم الاسم هون، راسلوني هناك، لانه بدنا هيك فكره مسلسل كوميدي عائلي يصلح انه كل الاعمار وكل الناس تقدر تشوفه وتحضره. وهلا صار فينا نبلش الفيديو. اول خطوه بنسويها انه احنا نقرا قراءه استكشافيه للدرس تبعنا. من خلال هاي القراءه تبعنا رح نحدد فيها الافكار الرئيسيه والافكار الفرعيه، ورح ناخذ فكره شامله على الدرس تبعنا، وهذا الشيء رح ياهلنا بعدين انه احنا نبلش في التلخيص تبعنا، فضروري جدا انه احنا نكون فاهمين الدرس. تاني نقطة هي مرحلة التمييز ما بين الأفكار. هلا بعد ما قرأنا وفهمنا الدرس بنكون مؤهلين إنه إحنا نميز ما بين الفكرة الرئيسية والفكرة الفرعية، المعلومات المهمة والمعلومات الغير مهمة. كل فكرة رئيسية ناخذ منها أهم الأفكار. كمان بنصحكم إنكم تلخصوا في أوراق تكون كتير ملونة وألوانها كتير زاهية، هذا الشيء يعطيكم طاقة إيجابية وحماس إنكم أنتوا تذاكروا. غير عن هيك التلخيص تبعنا لازم يكون بنفس ترتيب الدرس تبعنا، الفكرة الرئيسية الأولى، الفكرة الرئيسية الثانية والثالثة وهيك، وتحت كل فكرة رئيسية نكتب أهم المعلومات عن هذا الموضوع. الأشياء الثانية اللي أنا كتير بنصح بها هي الخريطة الذهنية. استعملوا الخريطة الذهنية لما تسووا الملخصات تبعكم، لأنه هذا الشيء يعطيكم رؤية شاملة على الدرس كامل. أحيانا بشوف التعليقات تبعكم بشوف إنه في عالم ما عم تفهم شو هي الخريطة الذهنية، بعطيكم مثال كيف تقدروا تسووا أو تفهموا بها الخريطة الذهنية. مثلا بنقول ناخذ فكرة شجرة أو خانة شجرة، شو هي الأفكار اللي ممكن تتفرع على شجرة؟ لما نحكي على شجرة شو اللي بيخطر في بالكم؟ مثلا يخطر في بالكم ليغاسين، الفروع مثلا تبع الشجرة، البذور وهيك. كمان فينا نذكر مثلا السماد، المي، الشمس واشياء تساعد مثلا على نمو هاي الشجره. فنفس الشيء طبقوا هاي الفكره على الدرس تبعكم. اخر شيء بنصحكم انكم تغيروا الالوان. لما تكتبوا الفكره الرئيسيه تبعكم اكتبوها بلون، لما تكتبوا الوصف تبع هاي الفكره الرئيسيه اكتبوها بلون تاني، وغيروا حتى الالوان ما بين الفكره الرئيسيه او الفكره الثانويه، بمعنى تاني الافكار الفرعيه اللي تتفرع منها الفكره الرئيسيه، عشان رؤيه الدرس بتكون كتير واضحه قدامكم. وهيك جايز بنكون وصلنا لنهايه الفيديو، لا تنسوا اللايك، وهلا بقلكم ديروا بالكم مع حالكم احلامكم وقلوبكم. نلتقي ان شاء الله بالفيديو القادم. ارمونيا بيبي، سلامات يا هوب، سلامات.